another shot from distance there denied. But the goal did come, and it was scored by Michael Essien, the Chelsea man. متى سيفوز المغرب بكأس العالم؟ قبل أن نكون ملوك العالم، يجب أن نكون ملوك قارتنا. شكرا لوزير السعادة. هذه تقريبا يعني 18 سنة ديال العقبات. أنا كنت محجوز محجوز من ثقافة الخسارة والمستحيل ومحطات الفشل اللي عاشها المنتخب الوطني المغربي طيلة 20 سنة اللي دازت. من بعد الإنجاز ديال 2004 بوصلنا للنهائي إفريقيا. ما قدرناش نتأهلوا كأس العالم بعد ما قصتنا تونس في 2006 وتأهل المنتخب التونسي، رغم أنه كان عندنا واحد المنتخب اللي بطل الوديات. كنا كنربحوا الوديات، كنعقل على الماتش ديال المغرب كونتر بلجيكا في 2008 4-1 في بروكسل. ولكن هذا سوفيان الهداف، هدف. رغم أننا كنا أبطال الوديات، لقينا صعوبة على المستوى القاري. عقدة المجموعات في كأس إفريقيا على مدار 10 سنوات ديال الإخفاق، واش عقلتوا على كأس إفريقيا 2006 في الكوت ديفوار اللي خرجنا من المجموعات وما قدرناش نماركيو ولو الهدف ديال الشرف؟ وفغانا 2008 المباراة التاريخية ديال جوج زيرو اللي خرجتنا من المجموعات وما انتقمنا حتى لهذا العام 2022 فاش ربحناهم واحتفلنا بنفس الطريقة اللي احتفلوا بها. هما مجرد بداية ديال الإخفاقات اللي خلت أثر على المستقبل. مجموعة من المدربين اللي ما قدروش يكونوا فريق تنافسي لدرجة أنه حلم المشاركة غير في كأس إفريقيا 2010 ولا مستحيل. يعني كان عندنا واحد الإخفاقات الكبار قاريا. وبطبيعة الحال ما قدرناش نشاركوا في كأس العالم 2010 اللي تنضم في القارة ديالنا جنوب افريقيا. استعنا بالمدرب إيريك غريتس اللي حققنا معه واحد الإنجاز اللي هو الفوز التاريخي قدام الجزائر ب 4-0. وكالعادة بطبيعة الحال خطيرة الكرة الهدف. ما قدرناش نفكوا عقدة المجموعات في كأس إفريقيا قدام الكابون. مرعب الكابون في هذه اللحظات، والهدف الثاني هدف ثاني دانيال كوسا. وتونس العنيدة جبنا إطار وطني رشيد الطوسي اللي وهمنا بالفوز على الموزمبيق. بربعة زيرو في مراكش. لأن فعلا هذه نواد ديال الفريق المستقبلي إن شاء الله، الفريق الوطني فاج جديد. يجيب بوتو وأهلنا لكأس إفريقيا 2013. هذه اللائحة اللي الكل كيتهضرها ديال 24 لاعب واللي ما قدرناش نتخطاو عاوتاني دور المجموعات. عديري من جنوب افريقيا، وهدف التعادل، للمنتخب. ثلاث تعادلات طعم خسارة. هنا تأهل المنتخب الجنوب افريقي للدور الربع النهائي من كأس أمم افريقيا رفقة منتخب الرأس الأخضر. ليست هزيمة ولكن الإقصاء
أظن بأنه بشرف، وأظن بأنه فعلا النواة الأساسية ديال الفريق الوطني المغربي إن شاء الله بدأت يعني تتكون وبصلابة من أجل استحقاقات المقبلة. وفي تصفيات كأس العالم 2014 تقصينا بكابوس، كابوس دار السلام قدام تنزانيا بثلاثة لواحد. واش في هذه السنوات لاحظوا صمت. ولكن الجميع كترد الاعتبار الإطار الوطني بعد التدخل ديال المدرب الزاكي لفترة قصيرة واستلام المهمة للمدرب الثعلب رونار، المنتخب المغربي يقدر يرجع بهوية البطل في كل منافسة في كأس إفريقيا. وقد نت أهل الكأس العالم قدمنا فرصة كروية ودرنا كل شيء. من غير ربح تحت شعار المهم هو المشاركة. ولكن أخيرا قدرنا نفكوا عقدة المجموعات في كأس إفريقيا. دابا المشكل شنو هو؟ ما كنقدروش اننا نتخطاو الدور الاول من بعد المجموعات، يعني في 2017 وفي 2019 وفي 2021 ما تخطيناش الدور الاول. هادشي اللي كاين، ما قدرناش نتخطاو الربع النهائي قدام مصر في 2017 في مباراة دراماتيكية. الفريقين عبد الله السعيد على القائم الاول. هيا 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 يا كهربا، محمود كهربا، محمود كهربا، كهربهم يا كهربا، محمود كهربا. وفي 2019 تقصينا قدام البنين بركلة الترجيح، وفي 2022 تقصينا عاوتاني في الربع كونتر مصر لعقدة. كأفضل مستوى قدمناه في كأس إفريقيا من 2004. مصر إلى نصف نهائي الكان لمواجهة أصحاب الدار. مبروك للمنتخب المصري هذا الفوز والانتصار والتأهل إلى الدور القادم. هارد وحظا أوفر للمنتخب المغربي، قدموا بطولة مميزة وبالتوفيق لحول الله للمغاربة في التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم. مباشرة بعد هذا الإخفاق اليوم قدامنا فرصة أخيرة، فرصة أخيرة باش نتأهلوا لكأس العالم في قطر في المباراة ديال البراج كونتر الكونغو الديمقراطية. Welcome to the white hot atmosphere of Casablanca. We'll know whether Morocco or the المباراة اللي كانت سهلة والتأهل كان فيها مضمون. The strike from Unai. Brilliant goal from Morocco. What a hit from Azzedine Unai. He's going to sneak in behind. Here's Tissitali. Great chance for number two. Clinical finish from Tarek Tissitali. Sneaks it through to Unai. That's the third. And surely that's it for Morocco. Now he comes through again and shoots, and this time it isn't the follow-up from Hakimi. Morocco will be at the World Cup finals in Qatar in November. Comprehensive win. ولكن وخد أهلنا مع واحد حلوز النهائيات كأس العالم، إلا أنه باقي عندنا مشكل مع القرارات ديال هذا المدرب.
اللي كانت غادية بين الهاوية لا محالة. المرتدات الهجومية خطيرة لفعل المنتخب الأمريكي، خطيرة 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 خطيرة، والهدف خاصة في المباراة الودية كونتر أمريكا. تسديدة قوية والكرة في الشباك، هدف ثاني لفعل المنتخب الأمريكي اللي كيتمكن من تسجيل هدف ثاني تسديدة، واللي خسرنا فيها من جهة ثقيلة. الحكم كيسد كانت المتابعة ديال ياسين بونا، ولكن كرة تعلق. مباراة اللي هرست الثقة ديال المغاربة في المنتخب. لدرجة أنه المنتخب مبقاتش عنده هوية. وكان غادي الهاوية. الشيء اللي خلى الجامعة تدخل واتخذ أحسن قرار في تاريخ كرة القدم المغربية. القرار اللي خلانا ندخلوا للتاريخ من أوسع الأبواب. أنها تعلن عن الناخب الوطني الجديد. وليد الركراكي، رجل المهمات الصعبة، الكوتش مونتال ديال المغرب. Oh, a mistake here, and it might prove costly. The knockout stages edge ever closer for Morocco. But what a gift! اللي خلانا نحلموا نمشيو بعيد في نهائيات كأس العالم. وصلوا لنصف النهائي. صفر 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 للتاريخ، ولأحلام تحولت إلى أرض الواقع. الله يا مغرب، الله الله يا مغرب، الله الله يا مغرب، مغرب التاريخ، مغرب الإنجاز، مغرب التاريخ. مستحيل مستحيل مستحيل، والمستحيل ليس مغاربيا، المستحيل الإنجاز اللي غادي يفتخروا به كواحد من بين الأجيال المحظوظة في المغرب. وهذه بحال اللي قلتي واحد التجربة كما كنقولوا تعاش ولا تحكى، وهي هذه اللي وقعت لنا دابا حنا كجيل محظوظ بزاف. شكرا وليد. ماشي اعتقد في الحالية نتيجة على أزمة وأزمة وأزمة وأزمات عشناها. كنت كنقولوا احنا الجيل ديالنا ديال التسعيني جيل النحس، ولكن الحمد لله هذا كأس العالم هذا اليوم تعلمنا من وليد أهم درس من دروس الحياة، أنه المستحيل ليس مغربيا ولا إفريقيا ولا آسيويا ولا أوقيانوسيا ولا 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 ولا. وديما مغرب. الواحد يبروفيتي لو ماكس فهاد الفرحة هادي، مع هرمون الدوبامين الفروز جديد. هاد الأجواء حنا جيل التسعينات ماعشناش هادشي الصراحة، أول مرة غادي نعيشو من جيل منحز. بلا ما نقول لا هادي لا هادي لا هادي لا هادي، لا زواج لا قراية لا خدمة لا كرة، فهمتي؟ هادشي عشناه الحمد لله دابا أول مرة في التاريخ. دابا ما يجيش الوالد يقول لي 86 ولا ديك الهضرة، حنا الحمد لله عشناه وصلنا للنصف.